وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أستاذ سعيد، بعد التحية، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء الهند إلى مصر، توقيع عدد من البروتوكولات وقلادة النيل، يعني كل هذا المشهد ماذا يعكس للعلاقات المصرية الهندية في الفترة المقبلة؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وعايزين نقول ان دوت نتيجه نجاح التسويق والتخطيط الاستراتيجي اللي بيقوم بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو بصينا ان اللي حاصل النهارده وتوقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه وتحويلها الى واقع ملموس بين حضارتين عظيمتين زي الهند وزي مصر، وعايزين العالم كله يشوف الحضارتين دول هيعملوا ايه مع بعض في ظل الحاله الاقتصاديه اللي موجوده في العالم كله، هنلاقي ان احنا فعلا امام تسويق لمصر. لولا البنى التحتيه اللي شهدتها مصر في خلال الخمس سنين اللي فاتوا ما كانش هيبقى حاجه زي كده. حضرتك لو احنا تابعنا التقرير ووقفنا عند كلمه العلاقات، علاقه الشراكه الاستراتيجيه، علاقات الشراكه الاستراتيجيه دي ما بتجيش نتيجه الا وجود بنى تحتيه، هذه البنى التحتيه موجوده علشان اقامه مصانع، اقامه نواحي اقتصاديه كبيره، ومن ثم هتعود على نتائج الدخل القومي وتقليل العماله وتقليل البطاله، ومن ثم مشاريع اقتصاديه عملاقه زي ما حصلت في اتفاقيه تقويه العلاقات المصريه الهنديه اللي احنا شاهدناها منذ لحظات. عايز اقول لحضرتك ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضيف شرف، ولاول مره يكون في ضيف شرف صحيح عربي في يوم الجمهوريه في الهند في يناير 2023، ودي حاجه كبيره جدا، وده كان في اتفاقيه ايضا للارتقاء بالعلاقه بين البلدين وبين الدولتين. زي ما قال رئيس وزراء الهند، احنا عايزين نوري للعالم الحضارتين اللي بين مصر والهند، والحضاره بين مصر والهند حضارتين عظيمتين، مصر بالحضاره الفرعونيه بتاعتها والحضاره الهنديه، عايزين نوري العالم هذه الحضاره ونوريهم هذه الشراكه من خلال توقيع هذه الشراكه الاستراتيجيه. نعم. وتحويلها الى واقع ملموس، ليس فقط شراكه استراتيجيه بس على الورق زي ما احنا بنقول، ولكن صحيح هناك مشاريع اقتصاديه عملاقه كبيره في هذه الشراكه الى جانب المشروعات الاقتصاديه. دكتور سعيد، طبعا الدبلوماسيه المصريه والقياده السياسيه المصريه تسعى على كافه الاصعده وكافه الاتجاهات، وهذا واضح طبعا من زيارات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدبلوماسيه المصريه في هذه الفتره. ماذا عن الهند؟ ماذا عن هذا التوجه في ظل المتغيرات السياسيه اللي بتحدث يوما بعد يوم؟ شوف حضرتك، لولا هذه البنى التحتيه، وعايز ارجع بحضرتك على لما كان سياده الرئيس ضيف شرف في يوم الجمهوريه في يناير الماضي وتوقيع هذه الاتفاقيه ايضا هناك في الهند، وتحقيقها على مستوى الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والهند، وعوده رئيس وزراء واول زياره للهند لرئيس وزراء الهند هنا في مصر في هذا الشهر، ودعوة سيادة الرئيس في سبتمبر أيضا لاجتماع مجموعة العشرين. عايز أقول لحضرتك أن الهند تسعى إلى وجود قوة ناعمة في المنطقة، زي ما بتسعى الصين لوجود أو نشر القوة الناعمة بينها وبين الدول المحيطة وبين العالم العربي وخاصة القارة الإفريقية، وأن الصين بتخلي المنتجات بتاعتها تكون موجودة عندنا في مصر لتوزيعها على قارة إفريقيا. أعتقد أن الهند بتلعب نفس الدور، وخصوصا في وجود زي ما احنا قلنا مخطط استراتيجي ومسوق. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو فعلا مسوق للدوله المصريه. عايز اقول لحضرتك بعض الارقام، ان حجم التبادل التجاري بيننا وبين الهند هو وصل ل 7 مليار دولار، ولو احنا وصلنا للعام الماضي في اغسطس 2022 في الاجتماع الرابع للمجلس الاعمال المشترك بين البلدين، كان سياده الرئيس معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان بيقول ان هذا الاجتماع بيشجع الاستثمار بين البلدين، بيشجع الاستثمار بين البلدين في نواحي الطاقه المتجدده، وزي ما احنا قلنا شفنا جماعات فرق الابواب، ودي مهمه جدا، ودي جماعات طرق الابواب حضرتك احنا شفناها في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناس بتروح
عند الدول الاخرى زي الهند زي الصين زي دول الاتحاد الاوروبي، وبتبدا تعرض امكانيات مصر في انتاج المشاريع. كذلك هناك جامعات طرق للابواب ذهبت الى الهند بغرض الاستثمار في المنطقه الاقتصاديه في محطة قناه السويس من اجل المشاريع الطاقه المتجدده. هنشوف ايضا انتاج اللقاحات، هنشوف ايضا ان مصر بالنسبه للهند مصر عملت بديل لاستيراد القمح، بدل ما انا بستورد من اوكرانيا وهناك نزاع روسي الاوكراني، احنا بدانا نتوجه اتجاه اخر بالنسبه للهند، والهند هنبدا ان احنا نستورد القمح من الهند، هنبدا ان احنا كمان نعمل الى زياده في حجم التصدير اللي موجود بيننا وبين الهند عشان يوصل ل 12 مليار دولار. انا عايز اقول لحضرتك ان اخر ست شهور من العام الماضي 2022 2023 زاد حجم الاستثمارات ل 170 مليون دولار في مصر بالنسبه لاستثمارات الهند في مصر. اذا الارقام دي بتدل ان مصر واعده، هناك بنى تحتيه، هذه البنى التحتيه ما اتعملتش من عشيه وضحاها، ولكن اتعملت على مدار سنوات كثيره لجذب المستثمر الاجنبي منهم الهند منهم الصين، وطبعا العلاقات والجولات المفتوحه اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسويق السوق اللي موجود عندنا في مصر باقامه مثل هذه المشاريع. اعتقد ان ده مكسب كبير للهند، مكسب كبير للهند ان هي تدخل في هذه الصناعات وتدخل في توطين هذه الصناعات في مصر علشان تصدرها للاتحاد الاوروبي وتصدرها ايضا تكون مصدر رئيسي لتصدرها للقاره الافريقيه، وده الغرض من اقامه هذه العلاقات الاستراتيجيه بيننا وبين الدول وخاصه الشرق اسيويه، ان احنا نبدا نوصل هذه الصناعات ونبدا نصدرها الى قاره افريقيا والى الاتحاد الاوروبي باعتبار مصر وموقعها الجغرافي بين الاتحاد الاوروبي او القاره الاوروبيه وقاره افريقيا، وده اللي كان دلاله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تواجده للاتحاد لرئاسه الاتحاد الافريقي في 2019 ان يجعل من مصر موطن للصناعات مثل السيارات اللقاحات وصناعه الادويه والطاقه المتجدده وتصديرها الى القاره الافريقيه. اعتقد ان ده هيعود بالنفع الى الهند، واعتقد ان هيكون يعني حاجه كبيره ومهمه جدا بالنسبه للهند في اقامه هذه العلاقه او العلاقات الشراكه الاستراتيجيه اللي احنا حكينا عنها او اللي تم توقيعها. فاعتقد ان هو لكلا الطرفين مكسب رئيسي، واعتقد ان هو صحيح هيغير قواعد اللعبه بالنسبه للعلاقات الشرائيه بين بالتاكيد الطرفين. أشكرك دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.